من الحاجات المهمة تاني برضو ان احنا نخلي بالنا منها، ازاي اراعي الام اثناء فترة الولادة. دي برضو من ضمن الاسئلة اللي بتجيلي كتير قوي ليكم. طب يا اخو ادخل في نزول المشيمة او ما تدخلش في نزول المشيمة؟ المشيمة بتاعتي حصل لها الحيوان نزل العجل او ولدت ومفيش المشيمة ما نزلتش، فنعمل ايه؟ قلنا ان احنا دايما بعد 24 ساعة تعتبر المشيمة بالنسبة لنا ديت ريتيند بلاسنتا او احتباس فيه، ابدا استدعي الطبيب ويبدا ينزل المشيمة بالطريقة الصحية السليمة اللي هو بيستخدم فيها المضاد الحيوي بدون ما يجرح فيه، يشد بكمية كبيرة داخل الرحم ولا حاجة، لا دي بيحط مضاد حيوي ويجي يشد النهاردة من بره بره كده، ويجي بعد يوم تاني يوم برضو من بره لغاية ما هي تطلع معاه خالص، ويحط المضاد الحيوي ويدي مضاد حيوي ايه عام للايه للأم أو للبقرة الموجودة.